بغض النظر عن الانتماء السياسي لزائريها، تستقبل بلدات البقاع الشمالي المسؤولين الرسميين بنثر الأرز والورود. يرى البعض في حفاوة الاستقبال عادات وتقاليد، ويقول آخرون إن الأمر مبالغ فيه. يحمل وزير الصحة، كما حمل زملاؤه الذين سبقوه إلى قرى القاع ورأس بعلبك، دعماً معنوياً للأهالي الذين عانوا في الأعوام السابقة من تهديد المجموعات الإرهابية. كل هالمناطق النائية طبعاً، وخاصة بمنطقة بعلبك الهرمل والبقاع وحتى بقضاء المتن، كان في ضغط كتير من النازحين السوريين، لا شك عدد كتير كبير بالنسبة للمواطنين وسكان هذه المناطق. لابد من لفتة خاصة أنه نقدر ندعمها بالبنى التحتية بإعادة إنمائها بشكل كتير كبير، لأولاً تعوض عن الاستهلاك الذي حصل من قبل يعني كمية كبيرة من العالم سكنت فيها، إضافة تقدر ترجع تنهض اقتصاديا واجتماعيا. يحتفي أهالي البلدات الحدودية بزيارات المسؤولين على أمل أن تقوم الدولة اللبنانية بتحسين ظروف الحياة والبنى التحتية. معظم السكان من المسنين، نزح أبناؤهم نحو المدن بحثا عن فرص عمل لا يوفرها اقتصاد بلداتهم الخامل. يعني إذا كان إنسان انجرحت إصبعته بالليل، ما في محل يروح، ما في حكيم، ما في حكيم قاعد بالقاع يطبب له إصبعته أو شيء، يعني هذه أبسط الأمور يعني. وحالات طارئة بتصير كتير، بدي يروح لنقول على أقرب مستشفى بالهرميل، في شيء 8 كيلومتر 10 كيلومتر بدي يمشيهم هول، يمكن أوقات تتوفر سيارة أوقات ما تتوفر سيارة. الكهرباء مفروض تتأمن 24 حتى تشرب العالم ويشرب الجيش اللي موجود هون. يأمل أهالي القرى الحدودية شرق لبنان أن يضفي اهتمام المسؤولين الحالي بأوضاعهم وقرب انطلاق الحملات الترويجية للانتخابات المقبلة فرصة تجلب لهم المشاريع الإنمائية في المجال الصحي والتربوي والاقتصادي. يراهن سكان هذه المناطق الحدودية على انتهاء الحرب في سوريا، وهو أمر سيعيد فتح المعابر الحدودية ويحيي من جديد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المدن والبلدات السورية القريبة. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من بلدة القاع شرق لبنان.